سباق بين مصر وسنغافورة في داخل الفرد 1965، عبد الناصر رئيس لمصر، لي كوان يو رئيس لسنغافورة، ويبدأ السباق. هنلاقي فورا أنه سنغافورة انطلقت، لي كوان يو بدأ يعني يرتب أمور البلد، يقضي على الفساد، يجيب استثمارات خارجية. تستمر الثمانينات، 1981 يستلم حسني مبارك. الثمانينات بحلول نهايتها تصبح البطالة في سنغافورة أقل من 3%، ويصبح 80% من الشعب السنغافوري ميدل كلاس. التسعينات هتلاقوا انطلاقة رائعة لسنغافورة في التسعينات، والفجوة تزداد. نهاية التسعينات دخل الفرد السنغافوري 21,000، دخل الفرد المصري 1,400 دولار، الفجوة تزداد إلى 14 ضعف. يستمر السباق وأيضا الفجوة تزداد. نقف 2008 وشوفوا الفرق الكبير بين دخل الفرد السنغافوري ودخل الفرد المصري. الآن سوي سيناريو، تخيلوا إذا الحكومة السنغافورية قررت أنها تنام، ما يفعلوا شيء. السؤال: متى يصبح دخل الفرد المصري مساوي لدخل الفرد السنغافوري؟ نبدأ السيناريو. ولا يلتقوا إلا عام 2090، بعد 80 سنة. 80 سنة إذا استمرت كانت بنموها السابق على عهد النظام القديم ودولة نائمة زي سنغافورة. بالتالي الأمل على النظام الجديد والدولة الجديدة أهم شيء موضوع الاقتصاد، وبالتالي يجب أن تزيد نسب التحسن مع الدولة الجديدة والحكومة الجديدة عن نسب النمو اللي كانت موجودة في النظام القديم. هذا هو الفارق، وهذا هو المعيار، وهذا اللي يبين أن الدولة فعلا قاعدة تستثمر مواردها وقاعدة تنزل هذه الموارد للشعب بالقضاء على الفساد وجلب الاستثمارات وغيرها من العوامل. الآن لماذا نقارن مصر بسنغافورة؟ البعض حيقول هذه مقارنة ما هي عادلة، ولكنها مقارنة مقصودة لسبب. 1960 سنغافورة بلد في قمة التخلف، بينما القاهرة 1960 أجمل مدن العالم العربي، أنظف مدن العالم العربي. كانت شوارع القاهرة تنظف بالماء، كانوا يرشوا الموية في الشوارع كل يوم، تخيلوا. القاهرة 1960 كانت محط أنظار كل الناس في العالم العربي، السياحة هناك، اللي يروح يدرس في جامعات القاهرة هذا يعتبر يعني راح بلد متحضر، يرجع ويقول أنا رحت القاهرة. كانت يسموها قطعة من قطع أوروبا، قطعة من أوروبا كانت تسمى القاهرة. وبالتالي لما نقارن القاهرة 1960 بسنغافورة 1960 ونشوف أن لي كوان يو طلب مساعدة مصر أيام عبد الناصر علشان ينمي بلده، وعبد الناصر أهمله لأنه يعني قال له إيش أنت فين أصلا، أنت فين في الخريطة. وهذا يحكي يعني في مذكرات لي كوان يو يذكر ذلك، أنه طلب مساعدة من مصر ومصر ما تجاوبت معه. ونرى الحال اليوم عام 2013 ونرى الفرق ونتأمل ونتفكر لماذا حصل هذا الفرق. إيش الهدف من المقارنة؟ يعني أرجو أنه هذه لا تولد إحباط، ضروري جدا المقارنة بين مصر وبين سنغافورة تبين هدفها عند عدة أهداف. أولا تبين أنه ممكن ترجع مصر إلى ما كانت عليه. ثانيا ضروري جدا أنه الشعب المصري والحكومة المصرية الكل يفهم أنه ترى فيه شغل كثير، وبالتالي لازم ضروري جدا الشعب وكل الأحزاب المعارضة والحكومة يعرفوا يجلسوا على طاولة واحدة من أجل هدف أكبر، وهو تطوير مصر، وأن التقدم يصبح سريع، والتقدم السريع لن يحصل طالما الأحزاب كلها مو طايقة بعض. الإعلام له دور كبير جدا جدا جدا، أنه يكون إعلام توافقي يوفق بين وجهات النظر، وكل الأحزاب تعمل فيما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه. وبالتالي نشوف نسبة التطور، هذه النسبة لازم تعلو، لأنه مصر هي قلب العالم العربي والإسلامي، ونهضتها فيه خير للعالم العربي والإسلامي كله.